رند، طاقة اسمك رقم 2، طبعه مائي، كوكبه القمر، يوم السعد 2، الحجر الكريم الملائم، العنبر واللؤلؤ والياقوت. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة الشعراء. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا خالق، يا رزاق، يا خبير، يا علي، يا واسع، يا ودود، يا مبدي، يا والي، يا متعالي، يا ذو الجلال والإكرام، يا مقسط، يا مغني، يا هادي. أنت فتاة عاطفية، لطيفة، ودودة، بشوشة، محبة للتواصل، تهتمين بمشاكل الآخرين، تعرفين أهدافك وتحددينها بدقة، لكنها لا تتحقق إلا بعد تعب ومشقة. متحملة للمسؤوليات الصعبة، واثقة من نفسك ومن قدراتك، تهتمين بتفاصيل الأمور، طموحة، ذات رأي حكيم وصائب، تعانين أحياناً من العصبية والتوتر. تحملين عنصرين متوافقين في اسمك، عنصر الماء وعنصر التراب، كما يعد اسمك من الأسماء الثلاثية القوية. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل في حياتك العملية والأسرية. رغم أنك إنسانة عملية ومثابرة ومجتهدة، إلا أن الحظ لا يحالفك دائما. تقدمين مساعدات كثيرة لكل من حولك، وقد تتعرضين لبعض الاستغلال. تملكين حروف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة كريمة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.